بالنسبه لي النهارده. لكن فيما يتعلق بالفقره بقى نفسها اللي بيبقى فيها كواليس مهمه قوي، وامبارح كنا بنتكلم على شريف اكرام لاعب النادي الاهلي السابق في الحقيقه، وبعض الاصدقاء يعني كلموني وتواصلوا معايا وقالوا لي يعني ان انت كنت قاسي شويه على شريف اكرامي، وفي الحقيقه انا ما كنتش قاسي ولا حاجه، انا كنت واضح وكنت بسرد حقائق، وده حقنا او حق جمهور النادي الاهلي علينا ان احنا نسرد الحقائق ونوضح. لكن اللي عايز اقوله برضو ان انا ما تجاوزتش اطلاقا في حق شريف اكرامي كشخص ليه كل التقدير والاحترام، وده مش اسلوب خالص خالص النادي الاهلي في التجاوز، او مش عايز اقول النادي لان في الحقيقه الموضوع ده يخص المذيع اللي قدام حضراتكم ويخص البرنامج نفسه، فاحنا اخلاقنا ان احنا ما نتخطاش او ما نتجاوزش في اي حد، لكن احنا سردنا حقائق، ولو الحلقه بتاعت امبارح ينفع تتعاد تاني بنفس تفاصيلها كنت هقول بنفس التفاصيل، عشان الجمهور ده لازم يعرف الحقيقه وايه اللي بيحصل بالظبط. فبالتالي انا عندي بعض الامور كمان يعني الظروف هي اللي بتخلينا ان احنا نوضحها لحضراتكم، ما تقلقش هتكلم عن ماتش الاهلي واسوان ودي اولويه خلال الفتره اللي جايه وده اللي احنا هنركز عليه، وما تقلقش كمان ان النادي الاهلي مركز قوي والفريق وجهاز فني مركزين جدا في المباراه. لكن امبارح اكيد حضراتكم سمعتوا مداخله احد طبعا المسؤولين الكبار جدا جدا واللي كانوا مالكين لنادي بيراميدز سابقا، كانت مداخله مهمه جدا واتكلم فيها هذا المسؤول وله كل التقدير والاحترام في جزئيه مهمه لازم نقف عندها ولازم نوضح فيها الكلام اللي بين السطور نقوله لحضراتكم، ممكن واحد ما يكونش واخد باله او حاجه يعني. ففي الحقيقه الجزئيه اللي اتكلم فيها قال ان رمضان صبحي لاعب النادي الاهلي كان متفق مع بيراميدز من شهر 7 اللي فات، كان متفق مع بيراميدز من شهر 7 اللي فات، الكلام كان واضح في المداخله بمعرفه شريف اكرامي، كان كلام اعتقد كمان هو كان واضح في المداخله يعني اللي بين السطور، ركز معايا في اللي بين السطور. ف ده ان دل يدل على ايه، او ده نقدر نستشف منه ايه في الحقيقه يعني. نقدر نستشف منه ان اللاعب كان اوريدي متفق بشكل تام وعنده النيه مبيته للانتقال من النادي الاهلي، وده حق مشروع لاي لاعب، لان في الحقيقه رمضان عقده مش ملك النادي الاهلي، اعارته انتهت، هو لاعب ملك الفريق هادرسفيلد الانجليزي، فله كل الحق انه يختار النادي اللي يلعب ليه حتى لو كان الكل غير متوقع هذه الخطوه، لكن دي حاجه ترجع للاعب نفسه ليه الاحترام الكامل وقراراته تحترم يعني. لكن انا بتكلم في الاسلوب وفي الطريقه في حته ايه؟ في حته ان انا خلاص واخد قرار انا مش هكمل مع النادي الاهلي. وواضح ان انا كنت متفق مع بيراميدز قايل لهم يا جماعه احنا مش هنعلن، انا معاكم واضح من الكلام بقى كده، انا معاكم بس احنا مش هنعلن عن حاجه خالص غير لما الامور تتضح خلال الفتره اللي جايه ولحد لما نشوف الدنيا هترسى على ايه. ده معناه ايه؟ وحضراتكم عارفين الاعلان اللي صوره رمضان صبحي بمعرفه شريف اكرامي كان اعلان مبلغه قد ايه؟ اللي حضراتكم قريتوه وسمعتوه وده مبلغ حقيقي عشان هو لاعب في النادي الاهلي، ده عشان هو لاعب في النادي الاهلي وزي ما قلنا لحضراتكم قبل كده. لكن الواضح ان انت عشان تستفاد من اسم النادي الاهلي لاخر لحظه رغم ان انت مقرر انك تمشي من النادي الاهلي، فكنت شايف انك ما تعلنش عشان تقدر تستفاد بالمبلغ من هذا الاعلان. ليه هو قرر كده؟ مش عشان فلوس بس، لا هو قرر كده عشان هو كان فعلا ماضي الاعلان ده اصلا في التوقيت ده من شهر 6 و7 اللي فات طبقا لمعلوماتنا. ويا جماعه برضه عشان برضه الدنيا تبقى واضحه لحضراتكم، انا بتكلم هنا كمذيع في برنامج في قناه الاهلي، انا مسؤول عن الكلام اللي بقوله لحضراتكم وكلام على لساني. فبالتالي العقد كان ممضي، فانا هفسخ العقد، هخسر ماديا، هيبقى في حاجات كتير جدا هخسرها. لا يا جماعه ما نعلنش، احنا متفقين اهو مع بعض وفي بعض الشخصيات عارفه وكل حاجه، ما نعلنش لحد لما نخلص الاعلان. والدليل على ايه؟ على كده ان الاعلان خلص من هنا، الاعلان اتصور وخلص من هنا الفجر، وبعديها بست ساعات
رمضان صبحي لاعب النادي الاهلي السابق بلغ امير توفيق انه مش موجود مع النادي الاهلي وان رغبته الانتقال لبيراميدز، وتحترم يا جماعه عشان الكلام يبقى واضح، كل واحد ليه الحريه. لكن انا سؤالي هنا، وهي تساؤلات في الحقيقه يعني منطقيه وبتيجي في اذهان الكل، يعني هل النادي الاهلي يستاهل كده؟ انتوا بتلعبوا على مشاعر الجماهير بالطريقه دي؟ بصراحه الجمهور ده يستاهل منكم كده؟ انا لا بتكلم بقى على مسؤولين ولا على جهاز فني ولا على، لا مش بتكلم على الكلام ده، انا بتكلم على الناس المرتبطه بيكم، بتكلم على الناس اللي مرتبطه بالنادي وباللعيبه اللي موجوده فيه، وايا كان مين اللي مشي، وتاني وتالت ورابع. انتوا عارفين رايي كويس جدا في رمضان في الحقيقه، لكن ايا كان مين اللي مشي، رايي كجانب فني طبعا يعني، ايا كان مين اللي مشي الاهلي عمره ما بيتاثر، واحنا اتكلمنا في الجزئيه دي خلاص. لكن انا سؤالي هنا يا جماعه، انت كلاعب وكابتن للنادي الاهلي سابقا وعارف معلومه زي دي، عادي هان عليك يعني القصه بالبساطه دي؟ انا مستغرب، انا مستغرب. وانا عايز اقول لحضراتكم كمان حاجه مهمه بخصوص شريف إكرامي ودور النادي الاهلي مع اللاعب اللي ما يستاهلش من اللاعب تصريحاته وكلامه اللي قاله. وخلي بالك انا هنا مش بقطع في شريف، انا هنا بختلف معاه في وجهات النظر، وده حق مشروع لاي حد برضه عشان الكلام يبقى واضح، ده اختلاف في وجهات النظر. لكن الاهلي عمل ايه مع شريف إكرامي يا جماعه؟ الاهلي وافق على احتراف شريف إكرامي وهو صغير وداه هولندا. الاهلي وقف جنب اللاعب في عز ما كان مستواه قليل، وهو في الحقيقه حارس بقدرات مميزه بالمناسبه، لكن بعض الفترات ممكن يبقى يصادفك سوء التوفيق. لكن دور الاهلي كان ايه ساعتها؟ الاهلي عمل ايه؟ اشتغل مع ابنه ازاي؟ تمام؟ الحاجه بقى اللي لازم حضراتكم تعرفوها ان عقد شريف إكرامي مع النادي الاهلي، النادي كان مقرر او هو كان اوريدي موجود الكلام ده في العقد، ان يتشال منه نسب المشاركه لشريف إكرامي. يعني عقده بياخده كامل من غير ما يتحسب انت شاركت ولا ما شاركتش. انتوا عارفين حضراتكم طبعا في العقود يقول لك ايه، انت لاعب شاركت فبتاخد كذا، لو ما شاركتش لا كده هنقلل الفلوس مثلا هتبقى كذا. لا، الاهلي متفق مع شريف كان على عقد، انا مش بتكلم بقى على الجديد، ما فيش اي عقد جديد ولا في اي اتفاق اصلا، احنا بنتكلم على العقد اللي انتهى لشريف. كان متفق معاه ان ما فيش نسب مشاركه في العقد، فبالتالي عقدك كامل وانت قاعد على الدكه بتاخده. ليه النادي الاهلي عمل كده؟ عشان بيقدر ابنه، بيقدر واحد من ابنائه، عارف ازاي يتعامل مع ولاد النادي، فبناء عليه خد القرار ده. وعارف كويس قوي ان مركز حراسه المرمى طبيعي جدا ان الحارس اللي بيشارك وبصفه اساسيه صعب قوي انه الحارس البديل يشارك على حسابه، لان انت دايما عارف ان المركز ده صعب ان انت تغير فيه، لان خلاص لازم الحساسيه تبقى موجوده وكلام من ده، الا لو لا قدر الله في اصابه مثلا للحارس الاساسي. رغم كل ده الاهلي كان لاغي نسب المشاركه من عقد شريف إكرامي. فالسؤال هنا بصراحه، هل الاهلي يستاهل كده؟ هل انتوا في تصريحاتكم قدرتوا مشاعر جمهور النادي الاهلي؟ ما اعتقدش، واضح جدا من كلامكم ان مفيش اي تقدير لمشاعر الجمهور اللي كان في ظهرك وكان مساندك على طول، واللي كان بينده في باسمك في عز ما مستواك كان قليل. فالمداخله بتاعت امبارح دي في الحقيقه بتوضح حاجات كتير قوي، بتوضح حاجات كتير قوي وحاجات مهمه، والامور بتنكشف للناس بشكل واضح وصريح. فكان لازم نقف عند الجزئيه دي، وكان لازم نسرد بعض الحقائق الاخرى. وبكره بالمناسبه هيبقى عندي ان شاء الله باذن الله تعالى، لو موجودين معاكم في البرنامج هيبقى عندي الجانب الاخر والوجه الايجابي من لاعبي النادي الاهلي، لان النظره بقت تشاؤميه شويه عند الجمهور. لا، احنا هنقول لكم الجانب الايجابي كمان اللي هنتكلم فيه. طيب، ده فيما يتعلق بحته شريف إكرامي. خبر مجلس